زيارتنا ليست زيارة عابرة، هذا اللي تحدثنا به. مدارس، مراكز صحية، مشاريع اللي مقرة ضمن موازنة أمانة بغداد، محافظة بغداد، صندوق الإعمار، أي موازنات أخرى، ديوان الوقف، كلها تنفذ. إذا نفذنا هذه المشاريع حسا اللي سولفنا عليها نقلة نوعية للقضاء، هذه نخليها هدف أمامنا، وكل دائرة مسؤولة من خلال هذه اللجنة. وأكو أعمال اللي تنطلق، إحنا صارنا تقريبا شهر أكثر ندرس المشاكل الخدمية للقضاء، فوصلنا إلى هذه الحصيلة. هذه هدف عمل اللجنة، فأنا أمل من الجميع أنه كل الجهود تتضافر ونبتعد عن السياقات الروتينية، كتابنا وكتابكم، تجون كلكم تقعدون على هذه الطاولة وتعطون الموافقات والكتب تتبادلونها بيناتكم، أي شيء تحتاجونه من مجلس الوزراء هنا حاضرين.